السلام عليكم متتبعي قناة لوبانيتا شانيل. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير ساندويتش الدجاج باللوز والخضر، كيجي رائع ولذيذ بطريقتي الخاصة بلمستي الخاصة. إلا بغيتو تشوفوا الطريقة كيفاش حضرته تابعوا معايا الفيديو إلى النهاية. قبل ما ندوزو للمقادير، إلا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو شرائح ديال صدر الدجاج، غادي نحتاجو أيضا جوج بيضات اللي خفقناهم بهذا الشكل هذا، وغادي نحتاجو الدقيق اللي خلطناه مع لاشابلوغ أي فتات تاع الخبز، غادي نحتاجو اللوز يا إما مهرمش بهذه الطريقة أو اللوز إيفيلي اللي توفر عندكم، غادي نحتاجو ملعقة صغيرة تاع الإبزار، ملعقة صغيرة تاع الملح والفلفل الأحمر، وكيبقى هاد العطرية هادي على حسب الرغبة ديالكم، نص كاس تاع المايونيز، وغادي نحتاجو السبانخ، غادي نحتاجو شرائح تاع الطماطم بهذا الشكل، وخو أي خبز دائري، أنا هنا استعملت الخبز تاع البرجر، وهذه هي المكونات ديالنا كاملة، بسم الله على بركة الله. غادي ناخدو ديك العطرية ديالنا وغادي نخلطوها مع داك الدقيق الأبيض ولا شابلوغ ديالنا، غادي نضيفو الفلفل الأحمر والملح والابزار وغادي ندمجو جيدا. بالنسبه لشابلوغ راه هي داك الفتات تاع الخبز اللي كنخلوه يكرم جيدا وكنحكوه بالحكاكه، هذه هي لشابلوغ. طريقه التحضير ديالها جد سهله وراه كتباع جاهزه. كناخذو داك الدجاج ديالنا كنوضعوه في صفار البيض بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا تماما في الفيديو، من بعد كنعاود نحطو في داك الدقيق اللي درنا فيه لشابلوغ ودرنا فيه العطريه ديالنا وكنبداو ندمجو بهذه الطريقه هذه جيدا بهذا الشكل هذا. من بعد ما كندخلو داك الدقيق ديالنا اللي خلطنا معاه العطريه ولا شابلوغ جيدا في داك القطع تاع الدجاج، كنوضعوه في اللوز مهرمش كما قلت لكم، يا اما كتوضعوه في اللوز مهرمش اولا اللوز ايفيلي كما بغيتو. هذه لمستي الخاصه تاع تحضير الساندويتش، كيجي لذيذ جدا المذاق ديال هاد الدجاج هذا، الا جربتوه ما غاديش تندموا، غادي تعتمدوه دائما. هذه أفكاري الخاصة وطريقتي الخاصة في تحضير الساندويتشات. صافي كنوضعو في طبق بهذا الشكل هذا، من بعد كناخد داك واحد المقلات على النار كنسخن الزيت وكنوضع داك الدجاج ديالنا وكنقليه، كتكون هذه النتيجة ديالو. من بعد ما كنقليوه كنخلوه غير يتحمر هكا وكنعاود نحيدو وندخلو للفرن. من بعد ما كندخلو للفرن باش كنتأكد انه طاب ليا مزيان، طاب مزيان من الداخل ديالو، يعني غير كنقليوه كندوزوه كنحمروه ومن بعد كندخلوه الفرن كيكمل الطياب ديالو. صافي كناخد داك الخبز تاع البرجر وكنوضع فيه السبانخ بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا في الفيديو، كنوضع فوقهم قطعه دائريه تاع الطماطم بهذا الشكل هذا. طريقه جد سهله لتحضير هذا الساندويتش، كيجي لذيذ جدا، الا جربتو اكيد ما غاديش تندمو. من بعد ما كنضيف الطماطم كنضيف ايضا داك القطع تاع الدجاج اللي وجدناهم اللي كما قلت لكم المذاق ديالهم خطير ولذيذ، واكيد غادي تجربوه وغادي تردوا عليا الخبر في التعليقات ان شاء الله. صافي غادي ناخذ واحد الكميه ديال المايونيز وغادي نبدا نوضعها فوق الدجاج كما كتشاهدوا. هاد الساندويتش هذا غادي يحمق الكبار قبل الصغار، كوني متاكده انه غادي يعجب الاطفال ديالك واكيد غيعجب حتى الناس الكبار، لان المذاق ديالو خطير وشكل مختلف. كنا عارفين داك اللوز كيعطي واحد المذاق رائع للدجاج. صافي كنبدا كنوضع المايونيز بنفس الطريقه بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا، وضعنا داك السبانخ، من بعد وضعنا الطماطم، من بعد وضعنا الدجاج، وضعنا المايونيز وغطيناه بالقطعه الثانيه تاع الخبز البرجر، وكما كتشاهدوا معايا رافقناه بالبطاطا مقليه، البطاطس مقليه وبالبطاطا فريت يعني. وهذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا اللي حضرناه في وقت قياسي، والمذاق ديالو كان خطير بزاف، وانا كنصحكم تجربوه. ومن بعد ما تجربوه ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم ملاحظاتكم اسفل الفيديو، الملاحظات ديالكم كتعطيني واحد الدافع معنوي للاستمرار وتقديم المزيد ان شاء الله. كنتمنى منكم الى عجبتكم القناه ديالي تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب لتعم الفائده على الجميع، ودعموني وتوصلوني كيف ما وصلتوا العديد من القنوات. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديوهات مقبله باذن الله. Every single day, I'm gonna make